السلام عليكم. دلوقتي عايز اعمل حاجة، لو اتكلمت في المايك بصوت عالي يعمل مثلا يكبر الشكل ده. طيب خليني اقول له مثلا ان انا عايز الفنت معين اللي هو اول ما ادوس هنا، واقول له شوف لي حجم الكائن دوت، فاقول له ست سايز. يظبط لي الحجم على 100، وبعد كده هقول له فور ايفر، بحيث ان الموضوع ده يستمر على طول. وبعد كده هقول له اف، لو الحاجة اتحققت ابدأ نفذ. طيب هقول له بقى لو الصوت اكتر من 50، تمام. طيب عايز اقول له بقى يلقط الصوت، الأذنس، أيوة أهيت. يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يغير في السايز، فأقول له هات لي السايز، change size by 10، تمام. نبدأ نشغل. ألو، ازيك، عامل ايه؟ اول ما اتكلم تكبر الحجم. فهو كده بيتعامل معايا، ان انا كل ما ابدا اتكلم يبدا هو يغير الحجم بتاعه زي ما احنا شايفين.